السلام عليكم. ناقشنا بالموضوع السابق الحقيقة من كنا المحاضرات أونلاين على برنامج الزوم، وكذلك لما كانت على برنامج الجوجل ميت. الفصل الأول وطرقنا البداية للميكانيك، وقلنا أنواع الميكانيك الستاتيك والديناميك، وبعدين اطرقنا قلنا الميكانيك اللي خاص بالمواقع هو الفلويد ميكانيك، وقلنا الماء هو عبارة عن أي مادة قابلة للجريان. ومن الطبيعي المواد القابلة للجريان راح تكون السوائل والغازات، يعني المواد الصلبة غير قابلة للجريان. وطرقنا الأهم الأبعاد وأهم الوحدات اللي تستخدم في القياس، وقلنا الأبعاد الرئيسية اللي هي درجة الحرارة والزمن والطول والكتلة، والأبعاد المشتقة اللي هي الفيلوسيتي والإنيرجي والفوليوم والبرجر وهلما ذلك. بعد ذلك اتطرقنا الى الوحدات اللي تقاس بها الدايمنشن، قلنا انه اللينث يقاس بالمتر، وقلنا الماس تقاس بالكيلوغرام، والتايم بالسكند، والبقيه كما اشرنا لها. وشرحنا انه شنو البريفكسز اللي هي الحقيقه، مثلا تيرا يساوي 10 اس 12 وكذلك. وتطرقنا الى بعض الوحدات التحويل، وقلنا الواحد فوت يعادل 0.3048 من المتر، وكذلك لما نحولنا من الباوند ماس للكيلوغرام. اتطرقنا للكلاسيفيكيشن اللي خاصة بالفلويد، وقلنا الفلويد جريان الكلاسيفيكيشن خاصة بالفلويد فلو اللي هي انواع الجريانات، يمكننا انه قد تصنف الى جريان لزج وجريان غير لزج، او قد يصنف الى جريان داخلي وجريان خارجي، وقلنا انه قد يكون إلى جريان مو قابل انضغاط أو مو غير قابل انضغاط. وكذلك قلنا كنوعين آخرين هن اللامينر والتوربلنت، وقلنا إنه لما يكون ناتشرال أو يكون فورسد أو أنفورسد تايب حسب يعني، وقلنا لما يكون شنو الستيد ستيت شنو الان ستيد ستيت، وقلنا آخر نوع اللي هو كان إذا كان الجريان باتجاه واحد أو اتجاهين أو ثلاث اتجاهات. اليوم راح نتطرق بصورة رئيسية إلى مبدأ أساسي لأي عملية تجربة تقوم بها أثناء العمل كمهندس كيميائي. اليوم عندنا هسه الفقره 1.4 اللي هي السيستم اند كنترول فوليوم. الحقيقه السيستم هو اي كميه من الماده او جزء من فضاء او مساحه من الفضاء تختارها لغرض الدراسه. فالسيستم هو اي كميه quantity of matter or a region in the space chosen for study. بالنسبه للماس اللي خارج هذا النظام، خارج انت قد تختار لك جزء معين، كما مثل عندنا على سبيل المثال بهذا الشكل قد تختار لك هذا الجزء، فيكون عندك الغاز 2 كيلوغرام و 1.5 متر تكعيب، هذا تختاره لغرض الدراسة. اي شيء ضمن هذا الاسطوانة يعتبر سيستم او نظام، خارجها يسميه سراوندينج، اوكي، او المحيط. اللي يفصل ما بين السراوندينج والمحيط والسيستم هي الباوندريز او الحدود، اوكي. فهذا هو شنو النظام، شنو السراوندينج، وشنو الحدود الفاصله بيناتهم. فالنظام اي جزء او اي كميه من الماده او مساحه من الفضاء تختارها لغرض الدراسه. اي شيء يحيط بهذه يسمى المحيط او سراوندينجز، اي شيء يفصل بين السيستم والسراوندينجز هما الباوندريز. على سبيل المثال بالنسبة لهذه الاسطوانة، هذه الباوندريز مالتها مثل ما جاي يشوفون، هذا الأسود، هذه الباوندريز، أوكي. النظام قد يكون نظام مغلق أو قد يكون مفتوح، يعني أما كلوز سيستم أما أوبن سيستم. هذا يعتمد على التبادل الكتلي ما بين النظام وما بين المحيط، ما بين السيستم وسراوني. فإذا كان أكو تبادل كتلي ما بين النظام والمحيط يسموه نظام مفتوح أو open system، بس إذا ماكو تبادل كتلي يسموه closed system. مثل من جديد نرجع لهذه الدورة، محاط من كل الجوانب، ماكو أي فتحة لعبور أو خروج المادة الكتلية اللي خاصة الاثنين كرام 2 كيلوغرام الخاصة بالغاز أو البون 0.5 متر كيوبيك متر. فهذا نظام مغلق، بينما لما تجي لهذا الشكل اللي هو 5-1 هذا تشوف هنا أكو تبادل دخول
تبقى كتلة معينة. إذن النظام مفتوح بسبب وجود شنو؟ تبادل كتلي. فهذا الفرق بين الكلوز سيستم والأوبن سيستم. الكلوز سيستم إلى اسم ثاني يسموه الكنترول ماس، يسموه الكنترول ماس. الكلوز سيستم إلى اسم ثاني يسموه الكنترول ماس، لأن كمية المادة ثابتة بي، الكتلة ثابتة بي، فيسمون شو يسموه الكلوز أو الكلوز سيستم يسموه الكنترول ماس سيستم هم يعني، لأن كمية الكتلة ثابتة. الأوبن سيستم يسموه الكنترول فوليوم. الكنترول فوليوم على سبيل المثال لما نشوف هذا التورباين، هذا التورباين اللي بشكل 1.5 الاي، الكنترول فوليوم او ما يرمز له بالسي في، هذا يسموه كنترول، يعني انت تختار جزء معين او حجم معين من الماده لغرض دراسه. فلو فرضنا هذا جزء من انبوب، عندك جزء من انبوب طوله خلينا نقول 1 كيلومتر، نعرف 1 كيلومتر، فأنت تختار جزء معين منه لغرض الدراسة على سبيل المثال هذا الجزء. هذا الجزء اللي تختاره الكنترول فوليوم راح يخليك على سبيل المثال تختار 1 متر لغرض الدراسة، تختار 1 متر لغرض الدراسة بدل إنه 1 كم. فمن تختار هذا الجزء راح يخليك تاخذ صورة عامة عن 1 كيلومتر. فأي ظروف يتعرض لها هذا 1 متر، سواء الاحتكاك، سواء درجة الحرارة، فرق الضغط، تمثل ما يعبر عن 1 كيلومتر بصورة نسبة وتناسب. فهذا الكنترول فوليوم اللي حكينا عليه انه تختار جزء حجم معين من المادة لغرض الدراسة، بينما الكنترول ماس تختار كتلة معينة من المادة لغرض الدراسة. فهسا عرفنا انه الاوبن سيستم يسموه كنترول فوليوم، والكلوز سيستم كنترول يسموه كنترول كنترول ماس. وبالنسبة للاثنين وشنو الفرق بيناتهم، وضحنا انه بحالة تبادل كتلي يسموه اوبن سيستم، بحالة عدم وجود تبادل كتلي يسموه شنو؟ كنترول ماس. المثال 1.1 أو المثال الأول اللي من الجزء من الفصل الأول يقول لك عندما يكون عندك جسم وزنه 100 أم، وزنه 1000 باوند فورس، يتعرض إلى قوة جذب أرضي أو اللي هي عامل جذب الأرضي اللي هو الأكسلريشن جرافيتي إير. قيمة التعجيل الأرضي هنا عندنا 32.174. اوكي، اول سؤال منطيك هسه مثل ما عرفنا، منطينا الماء، منطينا الويت، ومنطينا الجرافيتي. واحنا قلنا مبدا سابقا قلنا انه الويت لا يساوي الماس. اوكي، الماس هي كتلة الجسم في اي موقع من الارض، بينما الويت هو حاصل ضرب الكتلة في التعجيل الارضي. تمام، فإذا كان عندك الويت مالتك 1000 باوند فورس والجراف 32.174، فأول سؤال يقول لك احسب لي الماس أو الكتلة. نعرف إنه الويت أو القوة المسلطة على سطح الأرض تساوي ال M في G اللي هي الماس في التعجيل الأرضي. عندنا الباوند فورس كت، عندنا الباوند فورس 1000 اللي هي تمثل الويت أو الفورس. عندنا الماس بالسلكس، قلنا إن هذه واحدة من وحدات الكتلة، احنا نقيس الكتلة بالكيلوغرام بالاس اي يونت، بس بالبريتش يونت نقيسها بالسلكس ونقيسها بالباوند ماس، فهي السلكس واحدة من وحدات قياسنا. عندك تعجيل الارضي موجودة قيمته، فانه نقدر نحسب الماس. لما نقسم الماس وسط تقسم على معامل الكتلة تصير عندك الماس تساوي 1000 على 32.174، يطلع عندك 31.08 سلاكس. اوكي، حتى تحولها للكيلوغرام تضرب في معامل التحويل، كل واحد سلاكس يعادل 14.5939 كيلوغرام. فهذا معامل تحويل، هذا معامل تحويل.
فيكون عندك الناتج بالكيلوغرام هذا قيمته، وهذه الناتج مالته بالسلكس، بالسلكس 31.8 بالكيلوغرام 453.6. فمذكور هنا هذا معامل التحويل موضح هنا عندنا بالتفصيل انه كل واحد سلايس يعادل 14.5939 كيلوغرام. وتقدر تفضل انه للمختصر كل اربعة يعادل اربعة، كل واحد كيلوغرام يعادل، العفو كل واحد سلايس يعادل 14.6 كيلوغرام بدل هذه الاربع مراتب اللي بعد الفارزة. الطلب الثاني اللي بالسؤال يقول لك ما هو وزن هذا الجسم بالنيوتن اذا كان على يتعرض الى قوه الجذب الارضي، قوه الجذب على سطح البحر، العفو على سطح القمر، والتعجيل الارضي او الجرافيتي مون، وليس التعجيل الارضي، هنا معامل التعجيل اللي موجود على سطح القمر يعادل 1.62 كي، يعني هو بالحقيقه يعادل سدس ما موجود على سطح الارض. في نفس الحاله قلنا الكتله ثابته، احنا حسبنا الكتله نضربها بالتعجيل الارضي يطلع عندنا شنو بالتعجيل العفو على سطح القمر، يطلع عندنا 735 نيوتن اللي هو وزن الجسم على سطح القمر. يقول لك how fast will be the body accelerate if the net if a net force of 400 pound force is applied to it one on the moon or on the earth. يقول لك ما سوف تكون سرعة التعجيل الأرضي، سرعة التعجيل الأرضي اوكي اذا تعرض الجسم الى 400 باوند فورس سواء كان على سطح الارض او على سطح القمر. بالحقيقه قلنا انه الفورس تساوي 400 مثل ما مذكور بالفقره سي اللي هذه موجوده بالسؤال اوكي، والكتله موجوده ثابته انه عرفنا انه 31.0 سلكس او 453.6 كيلوغرام. فاحنا بما انه هنا جاي نحكي بالوحدات العادية نحول، ف 31 الكتلة وعندك فتريد تعرف التعجيل التسارعي. التعجيل التسارعي يختلف جذريا عن التعجيل الأرضي. التعجيل التسارعي يمثل قوة الإعاقة باتجاه الأفقي، بينما التعجيل الأرضي يمثل قوة الإعاقة بالاتجاه العمودي. فيكون عندك أنه A تساوي أو التعجيل التسارعي تساوي 400 على 31.08 ويطلع 12.43 ويعادل 3 بالفوت على سكن تربيع ويعادل 3.79 بالمتر على سكن تربيع. التعجيل راح يكون بالنسبة للتعجيل التسارعي، أكرر التعجيل التسارعي راح يكون نفس القيمة سواء كان على سطح القمر أو كان على سطح الأرض، لأنه لا يعتمد على قابلية الجذب لي الجسم الى سطح الذي يحتوي. عندنا المثال الثاني منطيك وحدات الفيسكوسيتي بدرجة حرارة 20 سيليزي، منطيك قيمتها هي العفو منطيك قيمتها بالصفر بالعفو بالواحد من مية بويز. يقول لك عبر لي عن هذه وحدات بالاس اي يونت مرة تحولها ومرة تحولها بالبريتش يونت. كل واحد بويز يعادل بالحقيقة هو يعادل 1 جرام على سنتيمتر سكن، يعني مجرد معامل تحويل، كل 1 جرام كل 1000 جرام تعادل شنو 1 كيلوغرام، وكل 100 سنتيمتر تعادل 1 متر. فمجرد معاملات تحويل راح تطلع عندك هذه، وهذه ماخذيها انتم بالسنة الفاتت اعتقد في مادة اسس او مبادئ الهندسة الكيميائية. بالنسبة للجزء الثاني انه قايل لك حولها الي بالبريتش يونت، كذلك عندنا بالوحدات هذه احنا حولناها لهنا بالوحدات كيلوغرام متر سكن. فان كل واحد انه عندك كل واحد سلكز عادل 14.59 كيلوغرام، وكل واحد فوت العفو كل واحد كل بوينت 3.048 متر تعادل 1 فوت، فراح تتحول المن للوحدات البريتش.
المثال هذا الثاني الحقيقة مكرر بهذه الصفحة. خلينا نروح المثال الثالث. هذا المثال اللي هو مثل معادلة برنولي واللي راح نتطرق لها الحقيقة بعد خلال محاضرتين أو ثلاثة القادمة راح نوصل لها إن شاء الله، وقد تكون أكثر لأن على ما أتصور أنه بالجزء الثالث هي موجودة. معادلة برنولي اللي هي تمثل الضغط في نقطة معينة، ثابت يمثل الضغط السائل المسلط نتيجة الجريان زائدا القوة الحركية كينيتيك انرجي، الطاقة الحركية زائدا شنو البوتنشيال انرجي. عندك الفي هنا تمثل السرعة والرو تمثل الفي، هذه السرعة وهذه الرو هي الكثافة، وهذا الزيت الالتيود اللي هو او الارتفاع على مستوى سطح الارض، والجي تمثل التعجيل الارضي. السؤال يقول لك اول مرة وضح هل هي المعادلة هوموجينيتي اور نون هوموجينيتي، هل هي متجانسة او غير متجانسة. حتى نوضح انه المعادلة المتجانسة تكون وحدات جميع الابعاد متساوية. على سبيل المثال لو قلنا درجة الحرارة T1، لو قلنا انه T1 تساوي T2 زائدا T3 على سبيل المثال، فانه المفروض الوحدات اللي تقاس بها T1 هي نفس الوحدات اللي يقاس بها T2 واللي نفسها تقاس بها T3، فهذه كلفن 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 او سيليزي سيليزي سيليزي. هذا للتوضيح. اذا كانت المعادلة غير متجانسة فتكون الابعاد بوحدات قياس مختلفة. فنجي هسه نتأكد منها متجانسة أو غير متجانسة. نتأكد منها، نعوض عن الكتلة بالأم وعن الطول بالكابيتال أم وعن الطول بالكابيتال إل وعن الزمن بالكابيتال تي. البرجر وحدات قياسة نيوتن المتر تربيع، اوكي. فحتى تتاكد منها متجانسه او غير متجانسه تعيدها الوحدات الاصليه اللي خاصه بها. النيوتن هو عباره عن شنو؟ عباره عن كيلوغرام، اوكي، في متر على سكند، وعندك متر مكعب من البدايه، متر مربع، العفو مربع يروح ويا هذه زين على سكند تربيع العفو، والسكند تنزل جوا، فراح يصير عندك الوحدات النهائية هي عبارة عن كيلوغرام متر سكند تربيع. زين هذا الكيلوغرام تمثل الماس، لو مو الماس الكتلة، وهذا المتر يمثل اللينث، وهذا السكند تمثل التايم. فلما تجي تعوض كيلوغرام كان متر، هذه بالاس بالمقام، فنفح لي فوق يصير اس ناقص واحد، كذلك هذه سكند. نجي للجزء الثاني من المعادلة اللي هو كذلك الضغط، هذا ضغط هذا، فراح يكون نفس الوحدات. بالنسبة للجزء الثالث، الجزء الثالث شنو عندنا بالجزء الثالث؟ عندنا ونصف رو في تربيع، نصف رو في تربيع. الرو اللي هي الكتلة العفو الكثافة اللي هي كتلة وحدة الحجم، يعني الكتلة على اليمن على الحجم، فتمثل كتلة اللي هي من الماس بالكيلوغرام على الحجم مكعب الحجم اللي هو يقاس باللينث، فصير عندك مكان المتر تكعيب هي الأس ثلاثة، فصير عندك هذا الحد. طبعا الفاكتور ما يدخل لما تفكر انه متجانس او غير متجانس. هسه البعض يقول ليش النصف؟ لان النصف ما له وحدات هنا حاليا. لو اكتشفنا انه اكو نقص بوحده من الوحدات الخاصه للابعاد، فانه الفاكتور راح تكون له وحده، حتصير تكميليه حتى يكون الطرف متجانس. وراح ناخذ مثال اخر نوضح لي. هذه رو الكثافه، في تربيع. في تربيع السرعه هي شنو؟ مسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. اذا في تربيع تمثل M تربيع على S تربيع،
يعني بالأصل V تساوي M على S المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، فتجي تعوض عن ال M العفو المسافة المقطوعة بالمتر هذه، فتعوض عن المتر شنو؟ بالأيض تربيع، وعن T عن الزمن عن السكند، راح تكون عندك هذه أجزاء الحد الثاني. ننتقل إلى الحد الثالث اللي يمثل شنو؟ يمثل رو جي زد. أوكي، أول شيء زد اللي هو نمثل الأيض لأن ارتفاع، والجي تعجيل الأرضي يمثل السرعة المقطوعة خلال وحدة الزمن. أوكي، معدل السرعة المقطوعة خلال وحدة الزمن، السرعة هي بالإل على تي، وخلال هذه السرعة ويمثل تعجيل يمثل السرعة المقطوعة خلال وحدة الزمن. إذا في واحد على تي فراح يصير عندك إل على تي تربيع اللي هو هذا الحد. نجي لهذا اللي هو مثل الكثافة اللي قبل شوي شرحناها. هسه لما تجي تضربهم في بعض وتختصر المتساوي أو تجمع أسس أو تطرح أسس، راح يكون عندك كل الأطراف تمتلك نفس الحد اللي هو M L أس ناقص واحد T أس ناقص اثنين، وبذلك تكون المعادلة متجانسة لأن جميع الأطراف تمتلك نفس الوحدات. السؤال الثاني اللي كان بنفس السؤال عفوا البارت B يقول لك إنه عبر عنها بوحدات الـ SI unit، الضغط نيوتن على متر تربيع بنيوتن متر على التربيع، الكثافة كيلوغرام على متر مكعب، والسرعة هي متر على سكند وهي تربيع، فصير تربيع في على تربيع. هذه كثافة، هذه الزت، وهذه الروجي، فهذه جميعها، وما معروف انه هذه الوحدة قبل شوية هي عبارة عن نيوتن على متر تربيع كما موضح هنا، فتكون جميع الوحدات بنيوتن على متر تربيع، نيوتن على متر تربيع. اوكي، بالنسبة للبارت سي طبعا نفس الشيء، بس يقول لك انه حولها لي بالاس اي يونت، انت نفس الشيء، هذه باوند فورس على فوت تربيع، باوند فورس على بون تربيع، لان يعني هنا كانت نيوتن، هنا كانت نيوتن على متر تربيع، هسه باوند فورس على مهم. كذلك بالنسبة للوحدات اللي خاصة الكثافة وغيرها نفس الحالة، بس حتى تتأكد انه شلون صارت هذه السلاك هي نفسها سلاكس على فوت تربيع، على فوت سكند تربيع نفس الباوند فورس على فوت تربيع، نفس الشيء السلاكس هي عبارة عن شنو؟ وحداتها الأصلية باوند فورس في سكند تربيع على فوت تربيع. أوكي، هذا هيك أنت، فراح يصير اختصار عندك، فيصير عندك باوند فورس على فوت تربيع. بالنسبة للمثال الرابع، هنا قلنا إنه لما يبين عندك الفاكتور إلى وحدات أو غير وحدات وعديد من الوحدات اللي هو قد يسمون dimensionless أو قد يسمون dimensional. هذه المعادلة اللي هي معادلة مانينج بتتكون إنه السرعة تساوي